السلام عليكم ورحمة الله. معكم طالب الباحث يونس جناني، خريج ماستر المذهب المالكي وتدبير الخلاف السنة الفارطة. أتشرف بكوننا من خريجي هذا الماستر المبارك الذي يتكون من مجموعة من المؤطرين الأكفاء، كما أسعد بأني حصلت على شهادة الماستر بإشراف الأستاذ الفاضل الدكتور باسيل أمراني علوي، وهو المنسق العام لهذا الماستر. واليوم نحضر هذه الندوة المباركة باعتبارنا طلبة مؤطرين ومنظمين ومنظمين لهذه الندوة بعنوان تدبير المنازعات بين القانون والشريعة، وما أحوجنا إلى تدبير المنازعات وتدبير الخلافات بصفة عامة بين ما هو قانوني وما هو شرعي. وشكرا لقناتي بسمة تي في وبسمة نيوز على تغطيتهما لهذه الندوة، وشكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم.